كيف 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 لم تجد مشتريا لهذه الفتاة؟ كيف؟ أي عقل أن بغداد كلها خلت من رجال يرغبون في شراء جارية جميلة؟ أم إن قلة حيلتك هي من جعلتك لا تجد أحدا؟ يا زمردة، قلت لك لم أترك رجلا أعرفه إلا وقلت له إننا نعرف طريق جارية للبيع، لكني لم أجد من يعزم على شرائه. كل من تعرفهم ومن تعرف أنت غير البؤساء والفقراء المعدمين، هل تظن هؤلاء يشترون جارية؟ عليك أن تطرق أبواب السادة والتجار وأهل اليسار أيها الذكي. حسنا، من الغد صباحا سأعود إلى السوق ثانية لعلي أجد من يشتري تلك الجارية. ستفعل، وإن عدت خائبا سترى مني ما تكره. لن أكون جارية مع عيد، لن أكون. لقد عزمت على اللحاق بحلقة القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان. حسن صنيعك وطابت خيرتك يا محمد. كنت على ثقة من إعجابك به واحترامك له. ومن لا يعجبه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب صاحب كتاب الخراج وتلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان وحامل علمه. إذن متى ترى أن نلتحق به يا ابن حنبل؟ تقول نلتحق؟ أجل، تسرني مرافقتك والسير في صحبتك. أخشى أنني لا أستطيع ذلك يا ابن نوح. والله أنا في حيرة من أمرك يا ابن حنبل، أنت ولوع بعلم الرجل وتكسل عن الالتحاق بحلقته. الأمر ليس كما فهمت يا محمد، أخشى أنه فوق طاقتي. ما قصدته أنه قد يضيق بي الوقت، تعرف وأعرف أن مواعيد أبي يوسف أحد من السيف، ولن يسره أن يرى طالب علم يتأخر على حلقة درسه، ولن أرضى ذلك لنفسي، ولا أحب أن أسمع منه تقريعا، كما أن وقتي ليس ملكي، وخاصة بعد أن تركت العمل في بيت الحكمة. ألم تقل لي أنك ستتفرغ لطلب العلم؟ فلما الخشية من التأخير إذن؟ لا أدري يا محمد، إنني متهيب قليلا. متهيب قليلا؟ مثلك لا يقول هذا يا أحمد. ولم التهيب يا ولدي؟ الالتحاق بحلقة الشيخ أبي يوسف فرصة ثمينة فاغتنمها، فما في يدك اليوم قد لا تدركه غدا، والعلماء سرج يا ولدي، لا ندري متى تنطفئ. سيرافقك يا ابن نوح. ولكن يا أمي، القاضي أبو يوسف أحزم من سنان، وأخشى أنه لن يرضى. لم أرك هيابا هكذا يا ولدي، دعك من هذه الأعذار الواهية، ستذهب مع محمد ولن تتخلف عن حلقة الشيخ أبي يوسف مهما كانت الأسباب. ولكن يا أمي. قضي الأمر يا أحمد. حسنا، طوع أمرك يا أمي. تفضل. شكرا يا خالتي، الأمر ما قضت به خالتي أم أحمد، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قد نضب زيت السراج، ولا أدري إلى أين ذهب ذلك فرج. لقد خرج منذ الصباح ولم يعد، وهو يعلم ليس لدينا كسرة خبز. يكاد الجوع يفتك به، وذلك الأحمق متغيب منذ الصباح الباكر. السلام عليكم. وعليكم السلام، أين أنت منذ الصباح الباكر أيها الأحمق؟ كنت في قصر هارون الرشيد، كنت أعمل في دكان، وهذه أجرتي. ما هذا؟ رغيفان من الخبز؟ أنا أتضوأ الرجوع منذ الصباح وأنت تعود لي برغيفين من الخبز؟ إنهما رغيفان من الخبز، ولكنهما من تعبي وكدي، إنهما من الحلال لا الحرام. الحلال لا يأتي إلا برغيفين من الخبز؟ إن لم يأتنا الحلال إلا برغيف خبز طيلة النهار، فإن الحرام لم يأتنا بشيء طيلة العمر،
ونحن نعيش عيشة أشبه بالأموات من الحرام. وهل سنمضي بقية عمرنا على الخبز لتتنعم أنت بالحلال؟ يا أمي، فقد عاش أبي طيلة حياته سارقا ولم نجني من وراء ذلك إلا الذل، وأنا لن أرضى بهذا الذل ولن أورثه لأولادي من بعدي. اليوم بدأت برغيفين، ولكن في قابل الأيام ستأكلين الجوز واللوز وسيتغير حالنا. جوز ولوز لعامل في دكان؟ عامل في دكان هو أول الطريق الذي لن يطول طويلا. في أي أرض أنت يا فوز ويا أبي؟ كفي يا ابنتي عن الحزن والكمت. كيف يا خالة؟ كيف؟ شاهيناز، أنا لا ألوم عليك حزنك، ولكن إن قدر الله لك رؤية أهلك سترينهم بإذن الله. وإن لا؟ وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قضاء الله عليك ولا رد لقضائه. كيف أنسى لحمي ودمي يا خالة وسيرتهم يفيض بها صدري، وما زال صدى حديثهم يرج نفسي كأني لم أفارقهم إلا ساعة من نهار. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم كما رددت يوسف إلى يعقوب ردها إلى أهلها ورد أهلها لها. ما المكتوب على هذا المشط؟ إنه اسمي شاهيناز، كان أبي قد أهداه لي وأهدى لأختي فوز واحدا مثله، صنعهما بنفسه. أدعو الله أن يجمع شملكم عما قريب. آمنت بالله يا خالة، آمنت. معها كل الحق، فهي لم تقوى على المكوث معي بذات الدار بعد أن فرطت بإهمالي بفلذتي كبدها. ولكن ما العمل؟ ما العمل؟ العمل أني في الغد سأجد أول قافلة ذاهبة إلى بغداد، ولن أعود إلا بهما إن شاء الله. ولكن من هي فتاتك يا عامل؟ من هي عروسك؟ فتاتي، عروسي التي أحلم بها. آه يا عامر، أحلم بعروسي حتى لو لم أعرفها. سأقول فيها الشعر، فالشعر كلام كغيره من الكلام، لما أقول الشعر؟ سأقول الشعر. تعالي يا عروسي، تعالي، اسمعي اسمعي. قفا قفا، لا لا قفالة، تعالي تعالي يا عروس. لا لا، متى تأتين إلي أيها الزوج، أيها الزوج التي تصيبك كصاعقة الزمهرير. أمي عدمتك أمك إن شاء الله، لما لم تنم حتى الساعة؟ أليس وراءك عمل في الصباح؟ ألا تكف عن حماقاتك وكسلك يا أفصح من العضين؟ أنت لا تقوى على كلام العوام من الناس حتى تقريض الشعر. هيا هيا إلى مرقدك، أخذتك القارعة. حسنا حسنا يا أمي، لقد اقتلعت قلبي، ألا تخافين علي من الفزع؟ كدت أيبس مكاني ويصيبني الفالج من صراخك علي. ليت ما قلت حتى أستريح منك. اذهب اذهب إلى فراشك، وإن لم تنم لتجدن مني ما لم ترى ولم تسمع. هيا. أمي، هل وجدت العروس أم لا؟
العروس، هذا هو الذي يشغل بالك؟ لا تقلق، سنجدها. كنت تتذرعين بقلة المال يا أمي، والآن نملك دكانا تدر علينا أرباحا كثيرة. ما الذي يعيقك إلى الساعة؟ وهل تظن العروس تباع في حوانيت العطارين من أهل بغداد؟ إنني أبحث لك عن عروس مناسبة. لا لا يا أمي، لا لا أريد أي فتاة، إنها لولدك عامر. إذا انتظر ولا تتعجل. سأنتظر يا أمي، سأنتظر عروسي. هيا. أي كتاب هذا الذي سطى على حق زبيدة منك يا هارون؟ ومن ذا الذي يجرؤ على أخذي من زبيدة؟ إنه كتاب الأصول في الهندسة والعدد لإقليدس، وقد ترجمه عن اليونانية عدد من علماء بيت الحكمة. أراك تكب عليه بشغف واهتمام؟ كنت أتأكد من بلاغة وضعه وسلامة نقله يا أم محمد. وكيف وجدتها؟ الحمد لله الذي جعل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد هارون الرشيد من يحمل أمانة العلم. الفضل لله أولا ثم لأبي جعفر هارون، فلولا اهتمامه بالعلم وأهله لما بلغنا معشار ما نحن عليه من الدراية والريادة. العلم يا زبيدة هو الحياة، والكتاب سر خلودها. أولسنا أمة اقرأ؟ أتدرك ما أنت مقبل عليه يا ابن حنبل؟ هذا أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة النعمان شيخ العراقين. إنه الشيخ الذي يحلم كل طلاب الفقه بالتأدب على يديه. أأنت أهل لتكون تلميذا عنده؟ يجب أن تعد العدة لمهمة صعبة كتلك، فإن أبا يوسف لا يتهاون مع أي تقصير. ولكن أنسيت يا أحمد قول ربك ليحيى؟ خذ الكتاب بقوة. اللهم خذ بيد عبدك ابن حنبل وأعنه على ما هو مقدم عليه. أن الإمام أبا يوسف تأخر عن حلقة درسه؟ لا أظنه قد تأخر، ربما نحن أتينا باكرا. جديدان أنتما في حلقة أبي يوسف؟ أجل، لذلك أراكما متحمسان. ومن ذا لا يستخفه الحماس لرؤية الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان إمام أهل العراق؟ أنا يحيى بن معين، ومحدثك أحمد بن حنبل، وهذا صاحبي محمد بن نوح. أهلا بك يا ابن حنبل. أهلا بك يا ابن نوح. أهلا. أظن الشيخ أبا يوسف على وشك الوصول. تفضلا تفضلا. على بركة الله. ونحن أيضا سنلتحق بحلقة أبي يوسف القاضي. أبي، هذا هو الشاب الذي حدثتك عنه، إنه كنز من كنوز خراسان. يجب أن يكون كذلك، وإلا فقد أضعت وقتنا عبثا يا جعفر. أرجو ألا يخيب ظن الأمير يحيى البرمكي بي. ما اسمك يا من أذهلت جعفرا حتى جعلته لا يني في ذكرك؟ خادمك الفضل بن سهل السرخسي.
وما الذي تجيده غير أنك من سرخس؟ إن خادمك يجيد الفارسية كما يجيد العربية، كما أن لي باعا في علم النجامة. جميل يا فضل، لكن دعنا من النجامة الآن. أريد أن أختبرك في الترجمة. عندي كتاب فارسي قيم أريد نقله إلى العربية، فإن أجدت كفأناك، وإلا فلا حاجة لنا بك. وأعلم أن الكثيرين يقفون عند بابنا، لكننا لا نقرب إلا النجباء الأوفياء. الأوفياء. أما الوفاء يا مولاي فهو ينبئ عن نفسه لا صاحبه، وستنبئك الأيام عني ما تحب. أما النجابة فاقذف بي حيث شئت وانظرني حيث تشتهي. أخبرني جعفر أنك لست على ملة محمد، مخطئ أنا؟ إنما الأمر كذلك يا مولاي، أنا مجوسي. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإن لم أجد أخذت بقول أصحابه، أما ما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. كذب والله وافترى علينا من يقول عنا إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟ أنا بائع يقطين. تفضل يا أخا. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل 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 إلى الداخل. تعرف ليدي من يصل هذا الكتاب؟ كل ما يجري في السوق مكتوب في هذه الرقعة. انقل سلامي لجناب الوالي. راحوا في رجلك، لقد أصبح جديدا، تستطيع الآن أن تسابق به خيول البريد. شكرا لك. مع السلامة. أبا دلامة، أبا دلامة، لما لم تأتي لأخذ نعلك؟ لما لم تأتي لأخذ نعلك يا أبا دلامة؟ لقد أضحت جديدة. ومن طلب منك ذلك؟ ألم أقل لك أعطيها لحافي؟ احرقها، ارميها في القمامة، نعل مهترئة، وتريد أيضا ثمن إصلاحها. سمحك الله يا أبا دلامة، كيف تقول عن النعل إنها مهترئة؟ انظر إليها، تأملها. ما بك يا أبا دلامة؟ تكاد لا تعرف نعلك. لو وقعت عليها عين لص لراودك على قدمك. هات وكم تريد، ولكن إياك والطمع أيها الإسكافي. طمع؟ أي طمع يا أبا دلامة؟ دراهمك علي شحيحة. لا لا لا، لا أريد شيئا من جيبك. امسك، هذا نصف درهم. نصف درهم؟ قلت لك لا أريد شيئا يا أبا دلامة. هذا النعل هدية مني إلي. منذ متى تعمل بدون مقابل؟ كأنك تريد مني شيئا، قل هيا. أريد يا أبا دلامة الزواج، أريد أن أتزوج. عامر، يا عامر، أين أنت يا جهبذ العصر والأوان؟ عامر، قبحك الله يا إسكافي الشؤم. أيها الأحمق القبيح، أهكذا تقضي وقتك؟ تقضيه بالثرثرة؟ أمي أمي، ماذا تفعل هنا؟ ماذا تفعل هنا أيها الأحمق؟ أمي، اهدأ يا أمي. عد إلى دكانك قبل أن أجعل منك أضحوكة السوق. هيا عد.
حاضر يا أمي. يا ويلي أمي. جدي له زوجة يا أم عامر، زوجي. أمي هو ويلحك، منذ أخبرتك أني سأزوجك صرت ملحاحا في طلب الزواج أمي، وتخبر كل من هب ودب. أمي أنا أوان زواجي، أنا أوان زواجي. قبحك الله. فوز، سأفك قيدك لتغتسلي وتتزيني. هناك رجل يريد شراءك، أريدك أن تكوني بأبهى حلة، فكلما ازداد جمالك ازداد سعرك. أنا حرة، لست أنا من تباع أو تشترى، وسأبقى حرة ما حييت. ليس هذا فحسب، أنا من سيكشف أمرك على أعين الناس لتنالي جزاء ما تقترفين. اسمعي أيتها الفتاة الحمقاء، لن تخرجي من هذه الدار إلا إلى القبر أو إلى بيت الرجل الذي سيشتريك. ليس هذا فحسب، ستسمعين كلامي رغما عنك، وإن لم ينفع معك الكلام اللين فإن الصياط ستفعل فعلها معك. لو حززت رقبتي بالسيف لن تسمعي مني إلا ما سمعته، ولن أسمح لك ببيعي أبدا، فهمتي؟ سنرى. ما بك يا هارون؟ منذ مدة وأنت على هذه الحال. أصلح الله بال الأمير، ما الذي يشغل خاطرك لتبقى وحيدا هكذا؟ لا شيء يا زبيدة، لا شيء. غاية الأمر أنني مشغول البال على إمامنا مالك بن أنس. هون عليك يا هارون، هون عليك. عسى الله أن يمن عليه بالعافية ويطيل بعمره ليفيدنا بعلمه ومعرفته. كنت أرجو أن أكون بجواره لحظة ابتلائه بالمرض، لعل الله يعينني على تدبير أمره وإصلاح شأنه ليتجاوز مرضه. هون عليك يا هارون، فما منعك عن ملازمته إلا أعباء الخلافة وشؤون الحكم؟ ادعو له بالشفاء، وجد من يهتم بأمره ويقوم على إصلاح شأنه. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي إمام دار الهجرة ويحفظه ذخرا للإسلام ونفعا للمسلمين. قلق لم يزل وصبر يزول ورضا لم يطل وسخط يطول، لم تسل دمعتي علي من الرحمة حتى رأيت نفسي تسيل. جال في جسمي السقام، فجسمي مدنف ليس فيه روح تجول. ينقضي للقتيل حول فينسى، وأنا هنا كل يوم قتيل. حنظلة، ماذا تفعل هنا؟ لما تجلس عند نافذة هذه المأفونة؟ لا شيء، لا شيء، كنت متعبا فجلست أستريح. ولم تجد مكانا لتستريح فيه إلا هنا. وما به هذا المكان؟ مثله مثل أي مكان آخر. قم 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 وجهز لنا شيئا لنأكله.
سأجعلك تندمين على نظراتك الوقحة هذه، أعدك بذلك. قاضي القضاة، إنه أبو يوسف يعقوب بن حبيب صاحب أبي حنيفة النعمان، إنه ينضح علما ويرتفع تواضعا يا أمه. التواضع زينة العلماء ومرآة الفقهاء يا ولدي. وأول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى في السماء قبل الأرض هو الغرور، وكان جزاؤه اللعن من الرحمة والخروج من النعيم. علمك الله علم الأنبياء يا ولدي وزينك بالتواضع. اسمع يا بني، يجب أن تضع نصب عينيك أمرين اثنين لا ثالث لهما. اطلب العلم ما حييت، وتواضع لله ما بقيت. إن شاء الله إن شاء الله. زمردة، أخشى أن تمرض الفتاة إن منعناها الطعام أكثر من ذلك. فلتذهب إلى الجحيم، أقسم إنها لن تذوق لقمة من طعام ولا شراب حتى تلين رأسها وتترك عنادها. ولكنها كنز لا ينبغي علينا أن نغامر بخسارته. وما فائدة هذا الكنز إن كنا لا نستطيع بيعه؟ لقد عيل صبري، وسوف نرى من الأعنت، أنا أم أنت يا فوز. أنت أدرى يا زمردة، والرأي ألا نقسو عليها أكثر، من باب الرحمة ليس إلا، وأيضا كي لا تفقد جمالها فيقل سعرها. لم يعد يهمني، لا لا لا، لم يعد يهمني أن أبيعها أم لا، المهم عندي أن أذلها وأكسر رأسها وأعيد تربيتها من جديد. أحسنت، إنه عمل رائع. الحمد لله أنه حاز فضل استحسانك يا مولاي. بل نال إعجابي. شهادتك تاج على رأس عبدك الفقير وخادمك الوفي الأمين. اسمع أيها الفتى، كن قريبا مني، فمهمة خطيرة تنتظر. أنا طوع بنانك ورهن إشارتك يا مولاي. انصرف الآن. أمرك يا مولاي. سيكون لهذا الفتى شأن كبير. أتراه مناسبا لما عقدت العزم عليه يا أبي؟ هو تماما ما نريد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأفاتح الرشيد غدا بأمر إيكاله رعاية الأمين إليك. والمأمون؟ المأمون؟ دعنا من المأمون الآن. ولما التأجيل يا أبي؟ لما التأجيل؟ أليس من الأفضل أن تطرح المسألة على الرشيد مرة واحدة؟ أن يكون الفضل وصيا على الأمين، وكذلك من تراه مناسبا ليكون وصيا على المأمون. هارون رجل ذكي، ولا أريد أن أثير شكوك. لا تقطف الثمر قبل نضجه فتحرم. أخشى يا أبي إن لم تسارع في طرح أمر المأمون أن تفلت وصايته من أيدينا. أرى أن أباك على حق يا جعفر، لا ينبغي التهور في مسألة خطيرة كهذه.
مالي أراك مشغول البال يا ولدي؟ بشيء يا أمي، لا شيء. أنت لا تكف عن التفكير، وقلبي يخبرني أن أمرا ما يشغلك. أنت لست راض عن ذهابك لحلقة الإمام أبي يوسف؟ حلقة الإمام أبو يوسف نور من السماء يا أم، ولكن ماذا يا بني؟ لدي طموح لم أبلغه في حلقة الإمام أبي يوسف، وهذا ما حدثني به قلبي يا بني. أدركت أن ما تصبو إليه لم تجده في حلقة درس أبي يوسف. صدق حدسك يا أم أحمد، ولكن إلى الآن لم تقولي لي ما هو رأيك فيما أفكر. قم يا بني، توضأ وصلي ركعتين، واستخر ربك فيما نويت، وأخلص له نيتك، واعلم يا بني أن الله في عون عبده. طالما هذا العبد يسير على هديه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ليس لي إلا حلقة الإمام أبو معاوية هشيم بن بشير الواسطي. هو ذاك يا أحمد، نعم الرأي وحسن الاختيار. هل ستذهب معي؟ التفرغ لطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا يحتمل الرفض، ولكن ماذا عنك أنت؟ هل حسمت أمرك؟ قلت لك أن أمي هي من نصحتني بذلك، وتعلم كم أثق برأيها، وصحبتك هي سعادتي يا محمد. ها؟ ماذا قلت؟ كيف لي ألا أجيب ما دعت إليه أم أحمد وما عزم عليه رفيق درب أحمد بن حنبل؟ بارك الله فيك يا منور، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بأمي خالد، أهلا بضيفتنا شهناز. كنا في السوق نشتري بعض حاجات البيت، فقلنا نعرج عليك قبل أن نعود. غفر الله لأمي خالد، لما لم تخبريني في الصباح بما تحتاجينه حتى آتيك به. قاتل الله التردد، يبدو أن الله أرسل لي هذه الفتاة لتكون سبب سعدي. لو أعرف كيف يجد ابن حنبل الوقت ليستظهر دروسه ويعيدها أمام شيخنا أبي يوسف. ما بالك أيها الأحمق، أتريد أن تفسد علينا نزهتنا هذه بذكرك لابن حنبل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو تعلم ماذا أحمل لك من أخبار يا صهيب. أفصح، ماذا هناك؟ لقد سمعت ابن حنبل يقول لابن نوح بأنه سيلتحق بحلقات الإمام هشيم بن بشير الواسطي. يا لمفاجآتك يا ابن حنبل، قراراته مدروسة وخطواته محسوبة. هذه المرة أنا من سيفاجئه إذن. كنت أود أن أعرض أمرا على مولاي الرشيد. قل يا يحيى إني أسمعك. الأمير الأمين ولدك يا مولاي؟ ما به؟ أرى أن يسند مولاي الرشيد أمر رعايته إلى من يثق به، ويمنحه من الوقت والاهتمام بما لم تسمح به الظروف لمولاي الرشيد بمثلهما. أصبت الرأي يا يحيى، لقد كان ذلك يدور في خلدي منذ أمد ليس ببعيد، ولكنني حائر إلى من أكل أمره. إلى من يثق به مولاي ويجده أهلا لذلك.
ومن يكون يا يحيى؟ ما رأيك يا مولاي في الفضل بن يحيى البرمكي؟ أخو مولاي الرشيد في الرضاعة وابن خادمك يحيى. نعم الاختيار يا يحيى، نعم الاختيار. والفضل في خدمة مولاي الرشيد وخدمة ابنه الأمين؟ لقد انتهيت، انظر. والآن كيف رضا المعلم عن تلميذه فرج؟ أخشى أن يغرك ثنائي فتكسل يا فرج. لا يا سيدي لا، فأنا حريص على عملي، حرصي على حياتي. إن بقيت على جدك وإخلاصك فستكون بمثابة ابن لي. آه يا معلمي آه. ولم هذه الحرقة يا فرج؟ لقد عشت في دنياي يتيما دون أب، فقيرا دون معيل، ولكن قد دخلت دكانك وأنا أحلم أن أترك ماضي البائس وراء ظهري. بالجد والمثابرة ينال المرء بغيته، فلا تعجل لها، ما زلت في مقتبل العمر وأمامك الدرب طويل. أتحسب أنك وحدك من عانى البؤس والمعاناة؟ لقد عانيت أكثر من ذلك بكثير حتى وصلت إلى ما أنا عليه، حتى شققت في بطن الصخر، ولكن من أحسن الغرس أحسن الله العطاء. سيدي أنا أحلم أن أكون من كبار سادة بغداد، أن يكون لي قصر كقصور البرامكة، ضياع كثيرة، زوج وأولاد، وأن تذوق أمي الهناءة والراحة بعد البؤس والتعب. ولكن هذا لا يبدو إلا أضغاث أحلام. أحلام اليوم حقائق الغد يا فرج، وإن بقيت على جدك واجتهادك فيوما ما ستنال ما تصبو إليه إن شاء الله. يوما ما؟ ما أجمل أن يحصل المرء على ما يتمناه في أول العمر. قد سمعت قصتها من ولدي مروان. إن قصتها ينفطر لها القلب يا أم مروان. كان الله في العون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. هذه الحلوى صنعتها شاهناز بنفسها. ما شاء الله، الحلو يصنعه الحلو. تفضلي. سلمت يداك يا شاهناز، لم أذق من قبل حلوى مثلها. هنيئاً مريئاً يا خالة، عن إذنكما. إلى أين يا بنيتي؟ ألا تجلسين معنا؟ وددت ذلك، لكنني لما أنتهي بعد من بعض أعمال البيت. بارك الله فيك، اذهبي إذن لشأنك، اذهبي يا بنيتي. تبارك الوهاب الخلاق، ما أشد جمالها وما ألطف حيائها. بارك الله بك يا أم مروان. فوز، فوز، استيقظي، استيقظي بسرعة أرجوك. فوز، من هنا؟ أنا حنظلة، حنظلة زوج زمردة، لا تخافي، تعالي. اذهب، اذهب من هنا، وإلا ملأت الدنيا صراخا يفضح أمرك يا زوج زمرد. اذهب. إلى أين ذهب عقلك يا فوز؟ لقد أحضرت لك طعام. وما ثمن طعامك؟ اذهب، لا أريد. أقسم بالله لا أريد شيئا، خذيه قبل أن تستيقظ زوجي فيخر هذا السقف على رأسي هدى، خذيه بسرعة. أوه.
ولكن حاولي أن تخفي آثار الطعام بعد أن تنتهي، فإن وجدته زوجتي ستكون تلك قاصمة ظهري وقاطفة رأسي. حسنا سأفعل، شكرا لك على أي حال.